كانت وزيرة أهلا بحضرتك، مبروك عودة الأوبرا مرة أخرى. نفس الفكرة كده على ملامح البرنامج اللي حطيتوه وسط الإجراءات الاحترازية المشددة اللي قايمة بها الأوبرا. للكاميرا يا فندم، للكاميرا، واحنا كلنا جميعا فايدين بعودة النشاط الثقافي للكاميرا يا فندم في مصر. الحقيقة يعني احنا النهاردة بنبتدي في نشاط الأوبرا، ولكن في نفس التوقيت المجلس الأعلى للثقافة بدأ ندواته النهاردة من 4 أيام. السيرك بدأ إن شاء الله الأسبوع القادم من المجلس الثقافي، له بعودة موسيقية عظيمة جدا هتقدم. أهم حاجة إن احنا قدرنا نحقق 3 مسارح مكشوفة نقدر نقدم فيها العروض الفنية الثقافية بتاعتنا، ويعني نتحاشى أي مشاكل ممكن تقابلنا بالنسبة للثقافة. المسارح المغلقة إن شاء الله هنشتغل في الدور من الأول على مستوى بالنسبة لطبعا برنامج الأوبرا برنامج كبير جدا، ولكن زي ما قلت المسرح الكبير أو مسرح النافورة هيتقدم عليه عروض فنية حفلات موسيقية وغناء، لكن أيضا يتقدم عليه عروض مسرحية. الاحترازات تابعتوها بالكامل يعني من المدخل لغاية دي موجودة في كل المنشآت الثقافية والمواقع الثقافية وحتى قناة الوزارة ومستمرة. بل بالعكس احنا يمكن البرمجة بالنسبة للقناة احنا شغالين فيها على مدار 6 أشهر قادمة. لا وهي مش هتستمر حتى مع العودة النشاط الكامل.